الحدود حتى باش غادي الكلمه الاخيره اللي قال السيد الرئيس ديال الحالات اللي كنزربوا كنقولوا مؤكده غير مؤكده. شرحت لكم المعلومه مثلا الحاله ديال البارح والرد الناس كتقول راها مؤكده ولا مؤكده. من كتكون الحاله النتيجه كتكون في المختبر سواء مع الوطني للصحه ولا الشكل الديجيال ولا الباسبور. من كتكون عندهم النتيجه كيعطي واحد حتى لشي واحد كيعطيوها البوست دو كوموندمون سونترال اللي وزاره الصحه عضو فيه. هذا داك البوست دو كوموندمون الصعيد الوطني اللي كتراسو برئاسه ديال المبارك الملكي كتعطى النتيجه للوزير. الوزير كيعطيها لواحد البوان فوكال لواحد الانسان اللي في الجهه الشرقيه هذه كتعطيها ليا. ما كاينش المعلومه ديال النتيجه السلبيه مؤكده ولا شي واحد يقول من غير هذا لو سيركو. البارح خرجت النتيجه ان السيده مؤكده وانا كان عيط كيقول لك اودي النتيجه ها هي حدانا وحنا كنستناو لا بريس حنا اللي رحنا في المختبر مازال ما عندناش ومن غادي تخرج ما غاديش نعطيوها لك وما غاديش نعطيوها للوزير. هل من غادي نعطيوها صعيب واحد 20 25 دقيقة هي غادي تخرج وهذا السيركوي ديالها انت راك عارفو وها كيفاش غادير في الوسط والناس كلها تلقي مؤكدة. هذه غير باش نعطيها لكم كمعلومة. ما يمكنش شي واحد يكون عنده النتيجة يكون يعرف ولا يقول نعرف فلان ولا بيستوني ولا فلان صاحبي ولا ليه راه ما كاينش. راه عندها واحد السيركوي كيفاش كدوز. ومين كتجيني انا كنبلغها. سمحتي نقاطعك ولكن غير النقطه هذه نعطيوك كمثال باش ناخذ منها كعبره. بالفعل تبعت انا والدكتور تبعنا النتيجه ما خرجت حتى الاخر ديال النهار ديال البارح مع الاربعه ولا الخمسه تلقت بان النتيجه ايجابيه بوزيتيف. تصوروا لا فامي ديال ذاك السيده اللي كتاخذ النتيجه بوزيتيف كيفاش الحاله ديالها؟ الحاله ديالها انا تبعتها كان الله عالم بها كان عندها كنازه الدار ديالها بمعنى كلمه كنهضروا بمعنى كلمه وكيتصلوا جميع الناس كناكدوا درنا اتصال كامل ما خدينا النتيجه حتى الاخر ديال حتى كتخرج نيجاتيف كتخرج السيدات. يعني شوفوا ذاك ثلاثه السوايع كيفاش دازت على 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 ذاك لافامي كامله ذاك العائله كامله لمجرد ان واحد عادي ما عرفش شنو الهدف ما عرفش شنو سادرها بان النتيجه راه ايجابيه وشوف النتائج اللي ترتبات عليها كيفاش نقراوها ونحطوا راسنا في هذه المواقف كيفاش ودوري لا سانكو في بلاصتنا الضغط اللي كيكون عليا في ديك جوج سوايع ثلاثه اللي بقات باش غادي تخرج النتيجه والعائله كتوصلها باللي النتيجه مؤكده. بحال اللي حنا كنكذبوا عليهم التليفون ما كيوقفش وحده كتجي عندي في الدار كطيح لي كتسخف لي كطيح فريمون كطيح الله يحسن العون زعما ديروا لي سانكو في بلاصتنا اللي خصنا بالاحرى المريضه اللي راها داخل حنا مازال ما عارفينش النتيجه وعندنا واحد القواعد باش ندخلوا عند المريض خصك تلباس داك اللي بس كيفاش على الاقل واحد 20 دقيقة وتحمي هذاك الانسان اللي خصو يدخل في زوج ديالو باش يتعاونوا راه ما سهلاش واللي صعيب هو عاوتاني من يخرج ويحيد كطلب عاوتاني واحد 15 دقيقة داك التحية راه ماشي غير باش نحميو الموظف ديالنا باش نحميو حتى إلا كانت مؤكدة باش داك الفيروس ما نخرجوش من المستشفى وما نخرجوش يعني واحد المجموعة ديال المعاناة لأنه وباش ندخلو نشوفو الحالة النفسية ديال ديك المريضة لأن ديك المريضة كنخليو لها التليفون كنبقاو معاها في اتصال بالتليفون لأن ما يمكنش واحد يبقى غير داخل عليها خارج كنجلسو معاها واحد الساعة كنفهمو ليها كنقولها واحد نطلب بيرفيزيون ديال السيروم أو غادي دير لأنها ماشي غادي تكمل لاخر وغادي تدخل غادي تجي واحد 20 دقيقة غير باش تلبس جوج ديال الناس خصهم يلبسو